السلام عليكم، حياكم الله، يا هلا بالعرين. اليوم نبي نسوي تجربة إن شاء الله نتجح تنجح معنا وتكون تجربة خرافية. نبي ناخذ الخروف ونبي نطبخه مسكين بحليب أمه. خليكم معنا اليوم أول بأول أنا وسامي، إن شاء الله نبي نسوي شيء تنبسطون عليه كثير. ها سامي، مميز وجديد إن شاء الله. حليب أمه جاهز؟ جاهز. يلا يا خروفنا، بسم الله نبدأ. يلا ها سامي، وين حليب العنز؟ جاهزين؟ وانا حليب استبدلناه بالحليب المراعي. طبعا كانت الفكره ان بنجيب حليب غنم، كنا بنجيب هنا عنز ونبي نحلبه سوا ونبي نحط الحليب قدامك ونسوي يعني الاكشن كامل. اكسامي قال يا رجال تبي تحوسنا وتبي توسخ المكان، فقلنا شكرا الله نجيب حليب بقر. أسرع. والبقر يعتبر ابو الغنم صح؟ طيب جديده الفكره اللي بنسويها الحين، نبي نحط حليب هنا ممتاز، ومعنا اخذنا نعيمي لباني من ربيع الفلا، اخذناه من المتجر. نبي نحط الخروف مع الحليب كامل. ممتاز. لكن عندنا مشكلتين خفنا منها او نتوقع جزمه نبي نطيح فيها. المشكله الاولى ان الحليب يبي يحترق، فوش بنسوي؟ نبي نحط مرق لحم مع الحليب عشان ما يحترق. المشكله الثانيه وش سامي؟ ان بيكون دسم معانا الحليب لانه كامل الدسم، وان شاء الله باذن الله انها تضبط معانا. احنا خايفين ان الرز لا يفرط معانا، لان زياده الدسم وزياده الدهن يفرط الرز، ولكن ان شاء الله انها تبي تضبط باذن الله. نقول بسم الله، توكلنا على الله. يلا بنبدا الحين بناخذ اللحم ونقول بسم الله. بسم الله بسم الله. يا سامي هذه الشنطه، طبعا شنطه السفر، شنطه سفر وطلبت ذبيحه كامله تجي بالطريقه. هذا معيمي، نعيمي لباني تو مفطوم من حليب امه. صغير ام فطوم اليوم بيطبخ فيه بكره. طبعا عشان تكون في الصوره، اخذناه بدري ونظفناه وشلنا الزوايد ورجعناه ثاني مره عشان التصوير، فلذلك بنحطه بالقدر وهو جاهز. نقول بسم الله. بسم الله. شلون؟ ما يبي كم كيلو يجي ذا؟ 7 8 9 9 ما تعدل، يمكن 9. شو كيف؟ هذا الخروف جاهز. بقول حطه. يلا بس. الحين اللقطة الحاسمة. بسم الله. يا رب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحليب مزبطه. هذا آخر الحليب، الحين بنحط شوي مرق. تعال شوف. علشان المرق ما يحرق علينا الحليب. المرق هذا مرق لحم. وبنفس الوقت يعطينا نكهة حلوة. كذا صار جاهز؟ جاهز. الحين بنحط البهارات العدلة وشوي ثوم وبصل بودره. لا 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 ما يحتاج. بهارات بيضة ما يحتاج؟ البهارات العدلة وال خلاص، اجا بهارات عدلة نبي نشغل عليه النار لين يستوي ثم بنعلمكم وش بنسوي. بقى الفقرة الجاية مهمة. فهمتم. يلا. هذه بهارات العدلة. قرفهيل، ورق غار، زنجبيل، مسمار شوي. عشان تعطي نكهات حلوة. ما حطينا بهارات عادية عشان ما تطلع لون. تغير اللون. ايه نبي اللون كذا. ها سامي. خلاص. متعبة شوي بس ليه ما يفور معانا؟ إذا فار خلاص. حب نصكه لين يستوي، كم يبي له؟ ساعة، ساعة ونص يمكن. ساعة، ساعة وربع. لأنه نعيمي هريت. والله ممتاز. نكهة أقرب ما لها. مو بنكهة، شكله شكل المنسف. والملاحية كانت تذكرون صلحناها قبل، الشمالية اللي هي زي المنسف بس تصلح باللبن أو باللقط. قريب منها مرة، خاصة إذا حطينا إذا حطينا الملح بتبين حامضة تصير، لأن هنا ما فيها حموضة ولا فيها ملح، طعمه غريب. ها ملح؟ هذا الملح. يلا اكبس تكبس. أيوة كفو، على بالملح. راح 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 زين. ها هذا على شانك حبيبي. طبعا الحين المرق هذا او المرقه اللحم الحليب او الادام، الادام ما هو الادام ابيض معه. المهم المرق ذا او الحليب نبي نحط منه شيء للرز، الباقي عندنا نبي نجمده عشان نستخدمه عقب. اي ما راح نكب شيء ان شاء الله، لان في جاء كم استفسار تو وشلون لا تسرفون بتكبون، ما في شيء ان شاء الله نبي نكبه ولله الحمد. الكبكبه ليست عندنا. ها جاهزين ان شاء الله؟ خلاص ان شاء الله. يلا بسم الله. المرحله النهائيه
يا رب. شلون؟ كذا. ايوه. كذا بالزبدة تمام. كاملة. يعطيه وجه كامل. والله ايش مرة يا اخي المفروض ان هذا كامل كذا جاي. ما في ما يصير صغير مرة ذاب. شوف الحليب احلى. شفت حط زبده جوا حليب تمام. يلا مرحلتين هذه المرحله الاولى، المرحله الثانيه بعد. يلا اوكي شايف شلون دخلت تحمر. قل هنا بقليدين اطراف كامل. لا الامور زينه اتوقع طيبه والله ان شاء الله. بس شوف دي قاعد تسميع على تحت على غير سنه. خلنا بالعكس تنزل تحت يعني. لا ما اللي تحت ما نبيه نفس الشيء. يعطي نكهه بعد النكهه. يلا كذا شايفين الزبده جميله. حطها داخل. خلاص الفرن. بسم الله. يلا بسم الله الحين بندخل الفرن لين تتحمر. فرن وديني جاهز. بسم الله الحين بنخليه يتحمر الفرن 10 دقائق ربع ساعه. الميزان نفتح عليه كل شوي. ايه نفتح حسب التحميره اللي احنا. يلا خلاص الحين بنضبط الرز. نقول بسم الله يلا توكلنا. يلا شوف هذا الرز الحين مغسل ومنقع تقريبا دقائق بسيطه يعني ما طول واجد. نقول بسم الله صار جاهز. هذا رز رشيد ذهبي. شايفين اللون؟ طبعا ليه انا اخذته رز الرشيد الذهبي. في ميزه احنا عندنا مشكله بالدسم، ما ادري هل هو بيزبط ولا لا. بيزبط ان شاء الله. وميزه الرشيد انه يقبل الخيانة. شلون يقبل الخيانة؟ حمل الطبق. يعني إذا زدت عليه الموية ما عنده مشكلة، إذا نقص الموية ما عنده مشكلة، زدت النار ما عنده مشكلة. ونادر تلقى رز يعني بالجودة هذه. طيب الحين خلاص نبي نشخر المرق. يلا قول بسم الله. روح شوف معاك رز نية تمام. ما تبي نزود موية عادية؟ لا تعطى آخر شيء بس. بس تركات والله واجد يسحب. طيب الحين وزنية نشوف وزنيته كيف ناظره كيف. نرفع النار نعلي النار على أعلى شيء لين ينزل السائل أو الموية يشرب خلاص على مستوى الرز، ثم نقصر ونخليه 20 دقيقة. شوفوا كذا الحين خلاص نشف الموية. المفروض ان نقصر على اخر شيء ونخليه 20 دقيقة تقريبا اذا بدأت تبقبق. يلا قصر بسم الله. نقصر ونكتمه، طبعا لازم نكتمه عشان يطبخ بخارة. ايوه باقي شوي بس حطيت لحقته بزبدة زود. طبعا الفكرة في الموضوع ما حطينا صفار عليه، لا لون زعفران ولا زعفران ولا شيء ولا بهارات ولا نكهات ولا بابريكا. انا ابغى يطلع زي الطريق القديم اللي كانوا يصلحونه. انا اتوقع اهل الطائف اهل المناطق يعني مكه تقريبا يصلحون نفس الطريقه هذه. اقرب ما له اسمه ربي السليق الطائفي. فانا ابغاه كذا الرز يكون ابيض بدون بهارات واللحم يكون ابيض محمر بدون بهارات. ان شاء الله يزبط. بس خليه شوي. حطيت على جنب عشان ما تحترق الاطراف. ابغاه من فوق يتحمر. اليمين يسار تحمرت وجهزت. خلي 5 دقائق او اقل ان شاء الله يخلص. بس نبغى الرز. شوف شلون كتمنا ابوه كتم. بقال 10 دقائق ان شاء الله. نقول بسم الله. يا سامي ايوه شوف شلون نثري. اي والله نثر ما شاء الله. اوفو يلا خلنا والله انه ما شاء الله رشيد بطل. شلون تبارك الله تبارك والله ما شاء الله صبر. الله صار جاهز الحين. اول شيء نسكر النار. يلا اسحب ابوه. اوكي يلا عندك. رح بس اكثر لا تتقطع. ايوه خلي براسك. ما شاء الله ديكوريشن خفيف. المفروض انه ما نحط الديكوريشن صدق لان شيء قديم. ها اي لكن يعني نبغى شيء بس حق الصوره وحق الامور الطيبه. ما احنا مكثرين ليمون كاجو. طبعا ليه حطينا
البقدونس المفرومه بس كيف كيف كيف. اكل فكره يوم قلت مناظر وش فيه شيء شبيه لها، لقيت المنسف الاردني او المنسف الفلسطيني، اردني فلسطيني شمال كلهم يحطون نفس الكلام، الليمون شوي لوز وشوي بقدونس عشان اكسر الالوان. نقول بسم الله، يلا نجرب. نقول بسم الله، الحين نقول بسم الله ونجرب. انا ترى الحين ما جربت ما شاء الله، جبنا متذوق العالمي معنا. الله يسعدك، انا قاعد اتابع واشوف. ايه قلت لا وش يجرب الرز، جرب الرز بسم الله. والله ما توقعت، انا توقعت محرق بس طعمه مو خطير. انا جرب جرب داي. خطير جرب ابغى اجرب الموزات. في نكهه مندي، في نكهه غريبه كذا، تحس انه طعم قديم صح؟ الرز ترى بدون بهارات صدق جميل جميل، يعني تجربة استحق. خذ من جوا، خذ من جوا. شوف دايب كيف الدوبان. شو شغل تعتقد؟ والله أمس حبيب بقوة. كيف أبو عمار؟ بجد بقوة. شوف شوف شلون؟ شلون؟ ما شاء الله. شلون؟ أوكي. تبارك الله. شلون بيضة؟ فيها بياض. هذه خرفة ربيع 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 الفل. على طاري جرب اللي ما تقمر، اللي ما تقمر، اللي ما تقمر. شوف سمك هذه، شوف هذه الفخذة، شوف ما شاء الله هذا الفخذة، شوف كيف فخذة وجاية ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله اللون، اللون خطير، الطعم خطير، كيف طعم والأمانة شيء مرة حلو. جربوها، شيء مرة حلو، شيء مرة ممتاز ولذيذ. علينا وعليكم بالعافية إن شاء الله. في كود من ربيع الفلا، كود خصم، اكتب عرين بحط لكم عرين، تبتاخذ نعيمي زي هذا شغل متكتك.